فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا طهرت الحائض بعد دخول وقت العصر فهل تصلي الظهر مع العصر أم إنما تجب عليها العصر فقط؟ إذا طهرت في آخر وقت الثانية تجمع معها الأولى، لأن وقت الصلاتين يصير وقتا واحدا عند الضرورة. فإذا طهرت في آخر وقت الثانية مثل طهرت قبل المغرب، طهرت قبل المغرب تجب عليها العصر وتجب عليها الظهر والعصر. إذا طهرت قبل الفجر تجب عليها المغرب والعشاء. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.